اشتغل كتير في النقطه دي. بس قبل البطوله كنت بتكلم ان نص ملعب منتخب مصر خط نص سيء، وكنت بتكلم ان نص ملعب منتخب مصر مش بيساعده في الماتشات الكبيره بالادوار الدفاعيه الكويسه اللي بيعملها، ولا بيساعده في الماتشات اللي مفترض ان احنا نهاجم فيها ونبقى عندنا سرعه استخلاص الكوره. فهو احنا بنلعب منتخب غينيا بيساو زي واحنا بنلعب نيجيريا زي واحنا بنلعب السودان. الدنيا بالنسبه لنا في الماتشات كلها مفيش حاجه اسمها ماتش سهل بالنسبه لمنتخب مصر، وانت عندك خط نص فاشل ان هو يفرض كلمته على المنافسين. خط نص منتخب مصر سواء وجود النهارده لعمرو السوليه بعد رجوعه من الاصابه جنب محمد النني، او المباراه اللي فاتت كان السوليه مش موجود فيها وكان موجود فيها النني وحمدي فتحي، خط نص منتخب مصر بيعاني. ما بالك بقى النهارده مفترض ان ضابط الايقاع الهجومي بتاعك عبد الله السعيد هو اللي يقدر يكون الدينامو والمحرك بتاع الفريق. طبعا عبد الله السعيد لا دينامو ولا محرك ولا الكلام ده. مفترض ان النهارده ظبطنا، يعني كارلوش كروش شاف ان الناس كلها عايزه مصطفى محمد يبقى سترايكر، تمام، مصطفى محمد سترايكر، محمد صلاح ناحيه اليمين مكانه، مرموش ناحيه الشمال. هل في اي حاجه اتغيرت؟ اه محمد صلاح ضيع كره خطيره الشوط الاول في بدايته وبعدين مصطفى محمد، بس احنا بنتكلم على شكل الفريق. هل شكل الفريق اتغير وكانت الشكل الهجومي بالنسبه لك كان عالي قوي؟ ما اتغيرتش اي حاجه. طب عمر كمال عبد الواحد اللي هو مفترض ادواره الهجوميه ناحيه اليمين افضل بكتير من اكرم توفيق، ربنا يشفيه وربنا يقومه بالسلامه. مفترض ان عمر كمال لعيب بيلعب الماتشات الضعيفه اللي انت مفترض تهاجم فيها، هل في اي اضافه حصلت؟ يا جماعه هو ده منتخب مصر، هي دي العناصر المتاحه بالنسبه لنا. كارلوس كيروش عنده مشاكل تكتيكيه؟ طبعا عنده مشاكل تكتيكيه، عنده مشكله قناعه بلاعيب زي تريزيجيه ان هو ينفع يكون تغيير اولى. تغيير التريزيجيه تغيير اولى دي بتقول ان الراجل ده ما عندوش داتا على تريزيجيه ولا عنده اي افكار خالص بالنسبه لمحمود حسن تريزيجيه. لعيب عنده صليبي ولسه راجع من صليبي ومش شايف قدامه وبيعاني في ان هو بيحاول يرجع نفسه، تيجي انت تاخده معاك بطوله افريقيا تلعب بيها اول مباراه وتاني مباراه يكون تاني اول تغيير ليك هجومي، مشكله كبيره بالنسبه لك. غير ان احنا في الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله شكلنا جوه الملعب كان حاجه تكسف، يعني الشوط الاول ربنا كرمنا بكره صلاح وكره مصطفى محمد اللي جم في العارضه، وبعد كده شكلنا جوه الملعب مفيش. عبد الله السعيد فين يا عم دينامو وظبط الايقاع؟ مفيش. طب فين يا عم النني استخلاص الكوره وسرعه استرجاع الكوره انت والسوليه؟ مفيش. طب فين التصوبات؟ السوليه عمل تصوبه الامانه حلوه الشوط الاول بس بعد كده مفيش. قعدنا شكلنا جوه الملعب كان حاجه تعير. الشوط الثاني الرطوبه بدات تبان علينا، المشاكل البدنيه بدات تبان علينا، ضغط الجو اللي احنا كنا بنتكلم فيه على ماتشات الجزائر وعلى ماتشات المنتخب التونسي بدا يبان علينا. مهما كانت المباراه بالليل او بالنهار الرطوبه ملهاش علاقه بموضوع الليل او النهار، فالموضوع بتاع منتخب مصر كان واضح ان احنا عندنا مشكله شوط تاني، اللي هو تخيل تبقى جاي قدام غينيا بيساو وعايز تعمل سكور ونتيجه وتعوض جمهورك على هزيمه قدام نيجيريا، بس انت حرفيا مش قادر، اللي هو منتخب مصر مش قادر بجد. منتخب مصر ما كانش قادر ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه، نتيجه ايجابيه اكبر من 1-0، الموضوع بالنسبه لك كان صعب. حتى السوليه الكره اللي كان مفترض ان هو يشوط مره واحده على مرمى المنتخب الغيني قرر ان هو هيلعب عرضيه لمحمد صلاح. محمد صلاح رغم ان الكره مقفوله وفي زاويه ضيقه بس قدر ان هو ياخدها وان تاتش ويسجل بيها هدف الفوز. هدف الفوز اللي برضه لبسنا هدف غريب جدا من ناحيه اليمين، الراجل خدها واستلهم روح كريستيانو رونالدو وحطها في البعيد على الشناوي، كنا قاعدين خلاص اللي هو يا الموضوع بقى صعب. حتى واحنا مفترض ان احنا نكون عملنا تغييرات، يعني على فكره تغييرات كارلوس كولوش النهارده كانت كويسه، ما كانتش سيئه خالص بالعكس تماما. يعني مثلا التغييره بتاعت محمد عبد المنعم مكان محمود حمدي اعتقد ان هي الاصابه، لان صعب انك تقنعني ان هو عايز يكسب هيطلع الونش. زيزو مكان مصطفى محمد كانت تغييره غبيه، وكانت تغييره برضو بتثبت ان الراجل ده لسه الافكار بالنسبه له مش موجوده. حمدي فتحي مكان محمد النني وتريزيجيه مكان عبد الله السعيد ومحمد شريف، ونزل مكان عمر مرموش في النهايه. هل التغييرات دي افادت؟ التغييرات دي افادت واحنا كنا متعادلين 0-0. زيزو وتريزيجيه على قد ما يقدروا كانوا بياخدوا الفرقه لقدام، وفعلا الفرقه قدرت تجيب هدف عن طريق محمد صلاح، بس بعد التغييرات دي خلاص. يعني حتى لما حاولنا نحافظ على شكلنا جوه الملعب بنزول حمدي فتحي وخروج محمد النني لقينا ان الموضوع بالنسبه لنا كنا بنعاني. فنتمنى ان كارلوس كولوش لما بيحب ان هو يعمل ادوار دفاعيه تاني ما لاقيش ان انت منزل لي فيروز زي محمد شريف. لو عايز تعمل ادوار دفاعيه بادوار دفاعيه تغير الاثنين بتوع نص الملعب وتنزل لعيب زي امام عاشور، تدي لامام عاشور، لان الفرقه محتاجه ان هي تقفل نص الملعب، لان انت محتاج تعمل تدوير ما بين لعيبه نص الملعب، يمكن يطلع لعيب فيهم بيقدم اداء كويس. منتخب مصر قدم حاجه عكس المتوقع، بالعكس انا جاي لك ومفضي دماغي وعارف ان انت مش هتقدم كوره، بس انا جاي وعندي امل في ربنا انك تطلع بنتيجه. الحمد لله طلعت بنتيجه، الحمد لله رب العالمين.
ماليش دعوه بقى ادائك في الملعب كان عامل ازاي، لان انا مش طالب منك اداء. انت لو طالب اداء مع منتخب مصر وكارلوس كروش انت هتتعب. انا بالنسبه لي النتائج مرضيه جدا، مهما كانت الاداء مرضيه النتائج بالنسبه لي، لان حتى واحنا مش مرشحين للبطوله احنا مش اسوأ فريق جوه البطوله، يعني حتى واحنا مش مرشحين احنا مش سيئين قوي، لان البطوله كلها بسم الله ما شاء الله حاجه اخر خرا، فما جاتش علينا احنا باللي احنا بنقدمه. فاي حد بيقنعني ان كارلوس كروش هو المشكله فيه في افكاره، المشكله في كارلوس كروش وفي لعيبه المنتخب، دي حاجه قناعه بالنسبه لي. لو انت مقتنع بحاجه غير كده فمن فضلك قول لي بكل هدوء وكل احترام. لو الفيديو عجبك خير وبركه، اعمل لايك وسبسكرايب. لو ما عجبكش برضو ده رايك واحترام.